مرحبا بكم من جامعة يجالونيان في مدينة كراكوف هنا في بولندا. الفشل الكلوي هو أحد الأمراض التي تهدد ملايين الأشخاص حول العالم كل سنة، وبالتأكيد تختلف طرق الكشف عن هذا المرض وبالتالي علاجه أيضا. هنا في كراكوف طورت باحثة من بولندا نظاما جديدا للكشف المبكر عن الفشل الكلوي وبالتالي علاجه في أسرع وقت ممكن. سنتجه الآن إلى مخابر كلية الفيزياء ونتعرف على هذا النظام. Hey, how are you? Good. Fine, thanks. إيفا، سأبدأ بالحديث عن التقنية التي قمت بابتكارها مباشرة. أنت طورتي تقنية للكشف عن فشل كلوي مبكر من خلال مراقبة وظائف حيوية جديدة. أخبرينا عن الفكرة، كيف بدأت؟ عندما بدأت بالعمل في المشفى كخبيرة بتشخيص الأمراض، لاحظت أن حوالي 10% من مرضى السكري يطورون مشاكل في الكلية ببطء شديد، ولكن لا تظهر أعراض المرض إلا بعد أن تفشل الكلى بشكل كامل. حينها خطرت ببالي فكرة حول إمكانية وجود مؤشر حيوي ينبئنا بإمكانية حدوث فشل كلوي، وبدأت بالبحث عن هذا المؤشر في عينات البول. البول مناسب جداً لهذا النوع من التحليل لأنه من السهل الحصول عليه دون الحاجة لتدخل جراحي. في بداية العملية المخبرية نأخذ العينة من المريض ونحتاج لتنقيتها من خلايا أخرى ومن الشوائب التي يمكن أن تتواجد من خلال عملية طرد مركزي بطيئة، وبعدها نقوم بتكثيف العينة بحسب طريقة طورتها أنيشكا طالبة الدكتوراه التي تعمل معي في المخبر. أنيشكا هنا، وسأدعوها أن تشرح لك العملية المخبرية وأذهب لمتابعة عملي. أنيشكا، ما هي المرحلة الأولى للتجربة التي سنراها الآن؟ The first step of the procedure is the centrifugation when we remove cell debris and bacteria. الخطوة الأولى إزالة الخلايا والحصويات والبكتيريا، وبعدها نبدأ بتركيز العينة بعملية الترشيح الهيدروستاتيكي عبر جهاز غسل الكلى هذا. عادة نستخدم 100 مللتر من البول. ونستخدم المضخة لتسريع العملية. وبالتالي كل المركبات التي لا أريدها تمت إزالتها عبر الغشاء، وعينة الحويصلات خارج الخلية باتت الآن في الداخل. يتم تركيز العينة داخل هذا الأنبوب. نعم، العينة تم تركيزها في الأنبوب، وننتظر حتى نحصل على 1 مللتر من العينة، وبالتالي تكون قد تركزت 100 مرة. وبعد الانتهاء نأخذ العينة، نقوم بتنقيتها مجدداً لفصل الجزيئات للحصول على الحويصلات في المخبر المجاور. هنا نبدأ بفصل العينات بشكل متوازي ونغطيها، ومن ثم نضعها في جهاز الطرد المركزي لفصل الجزيئات التي نحتاجها. بعد أن يتوقف الجهاز نأخذ العينة، والآن بات بإمكاننا أن نرى الحويصلات خارج الخلية في قعر الأنبوب. والآن ننقلها مجدداً ونضعها في المحلول لإنضاج البروتين. وقبل قياس الطيف الكتلي يجب أن نقيس نسبة تركيز البروتين في العينة، ونأخذ العينة مجدداً داخل الصفائح ونضعها في جهاز قارئ الصفيحة للحصول على بيانات حول امتصاص العينة. وهنا تنتهي هذه المرحلة. زميلتي جوانا في كلية الكيمياء ستخبرك عن المرحلة المقبلة. أنوشكا، ثانكس. إذن سنتجه الآن كما ذكرت أنوشكا إلى كلية الكيمياء لنرى كيف يتم تحليل البيانات التي تم استخلاصها من هذه التجربة. Hello.
Hello. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you too. فويتك تابعنا في كلية الفيزياء كيف تم تحضير عينات البول وتكثيفها لمتابعة الوظائف الحيوية التي تدل على فشل كلوي. ما الذي يحدث الآن في هذه المرحلة؟ بداية أهلا بك في مخبرنا. كما تعلمين ربما مطيافية الكتلة هي من التقنيات الرائدة حاليا لقياس جزيئات صغيرة، لكننا مهتمون بجزيئات كبيرة بحجم البروتين، ونستخدم أجهزتنا للتحقق من نوع البروتين الموجود في الدم أو البول وغيرها من الأنسجة للتحقق من وجود مؤشرات حيوية. وهذا أمر في غاية الأهمية لأنه يساعد الطبيب في تشخيص المرض بمرحلة مبكرة جدا، خاصة في حالات السرطان أو السكري وغيرها. شكرا جزيلا فويتشيك على هذه المعلومات. سأنتقل إلى جوانا الآن. مرحبا جوانا. جوانا، ما الذي تقومين به الآن لتحليل البيانات التي طلعنا عليها منذ لحظات؟ مرحبا داليا، هذه الخطوة الثانية من تحليلنا. قمنا بتحضير العينات على مراحل عدة بحيث نحصل على عينتين كاملتين منفصلتين على شريحة واحدة، ومن ثم نضعها في جهاز قياس مطيافية الكتلة بتقنية مالدي. تقنية مالدي للقياس بأمواج الليزر والتأين بمساعدة المصفوفات هي التقنية الأساسية لتحليل الجزئيات الصغيرة للعثور على بروتين الجالاكتين الذي يدل على الفشل الكلوي. وبعدها نضع الشريحة في جهاز مطيافية الكتلة حيث يتم توجيه أشعة الليزر 300 مرة للنقاط الدقيقة على الشريحة لنحصل على كل الأطياف من العينة، وبمقارنتها بالبيانات الأساسية عبر خوارزميات معينة نحصل على المؤشر الحيوي، وفي حالتنا هذه الجالاكتين. Thank you so much, Joanna, for showing us this experiment. ما تابعناه اليوم هو طريقة الكشف عن احتمال وجود فشل كلوي عند الأشخاص الذي قد يعانوا منه في المستقبل أو يعانون منه في الوقت الحالي. لكن في ذات الوقت هناك دراسات تتم أيضاً للكشف عن أمراض أخرى مثل السرطان وداء باركنسون باستخدام ذات الطريقة أو طرق مشابهة. ربما في المستقبل نتمكن من الاطلاع على هذه الدراسات وأطلعكم عليها أيضاً مشاهدينا. ألقاكم أسبوع المقبل.